ده الزميل ابراهيم فايق، ونتمنى ان الامور تبقى واضحه وكل شيء ظاهر عند الجمهور، ونتمنى ان احنا نمسك اللسان لغايه كده دلوقت، لغايه كده دلوقت، لانه النص المعتمد والاسكريبت الموحد والمهام المكلف بيها ابراهيم فايق كلف بيها سيف زاهر. عشان كده شابوه سيف زاهر، شابوه سيف زاهر، استحق هذا الشابوه. وبدا يردد او يلقي نفس الخطبه اللي القاها ابراهيم فايق، نسمعها. مشكله الاهلي ان مفيش حد تكلمه في العلاج، مفيش حد تكلمه في العلاج، يعني مفيش حد تقول له الاهلي فيه مشكله كذا كذا. هتنتقد اداره الاهلي؟ انت بره الكيان، انت بتتكلم في ايه يا جماعه؟ يا جماعه الخساره عيوب، الخساره ليست شريف اكرامي عشان يشيل ليله، ولا رمضان صبحي عشان يشيل ليله، ولا احمد فتحي عشان يشيل ليله. قطاع الناشئين المفروض كان يبقى ليه بلان من 3 سنين، فده دليل على ان القطاع كان ماشي غلط بشكل كبير، وبجيب له واحد اجنبي وبجيب خالد بيبو. المشكله ان الكابتن محمود الخطيب لازم يسمع الناس، لازم يسمع الناس ويعرف ان الامور الاداريه فيها اخطاء، ولازم يسمع ان احنا لما قلنا ان النادي الاهلي عنده مشكله في الصفقات وعنده ديلي في الصفقات كان هو ده الصح، مش محتاجه انتقاد. مين كان يجرؤ ياخد من النادي الاهلي لعيب حتى لا توفرت السيوله؟ عشان كده جمهور النادي الاهلي النهارده زعلان، مش حاسس ان النادي الاهلي بيخش على الصفقات بيكسبها، مش حاسس النهارده ان الفريق فيه ورق بديله، حاسس ان فيه مشكله في اوضه خلع الملابس، حاسس الناس اللي بتشيل الفواتير. مش ده الموضوع، الموضوع مش في عبد الله السعيد ولا في شريف اكرامي ولا في رمضان ولا في فتحي، دايما نقول ولا في حسام عاشور، الموضوع نقول الاهلي ما بيقفش عند حد. النهارده لا، الاهلي بيقف. امبارح النادي الاهلي في احتياج شديد لكابتن فريق، كابتن فريق حتى لو قاعد على دكه البدلاء، ده امبارح مش موجود. شخصيه النادي الاهلي امبارح مش موجوده في الملعب، مش موجوده. ده موضوع ملوش علاقه على فكره بالكوره ولا فايلر، ملوش علاقه، ده ليه علاقه ان في مشكله في المكتب. الاهلي مش هيقف على حد، لا، الاهلي لازم يقف. انا بقول لك الاهلي لازم يقف ويأكد على انه إرادة الأهلي مش هتشترى بصفقة. ولو المسألة مغازلة الجماهير بصفقات ومن يتحمل الصفقات تبقوا واهمين جدا. الأهلي لا يشترى أبدا بصفقة علشان يتم الضغط عليه بكل هذه الطريقة. على الإطلاق. النادي الأهلي ميزانيته هي الأعلى وكل الناس عارفاها، وميزانية معلنة، بينما الآخرون ما حدش بيسألهم عن ميزانيتهم ولا عن تفاصيلها. ميزانية الأهلي مطلوب معروضة دايما وابدا على الجمعية العمومية وعلى كل الجهات الرقابية. لكن يبقى المسألة الاهلي نعدد له المشاكل واللعيبة وصفقات الاهلي دايما وابدا متأخرة، وفين حسام عاشور دلوقتي؟ فين حسام عاشور يا كابتن سيف؟ طب هفكرك انت في خضم ازمة حسام عاشور، انت كان رأيك ايه؟ يخص حسام عاشور او اي لاعب بيجدد في النادي الاهلي، قرنا مرارا ذكرارا، كل واحد في النهاية ليه وجهة نظر وكل واحد ليه قناعات. النادي الأهلي قعد مع حسام عاشور وعرض عليه، وحسام دلوقتي بيفكر. لا هي مشكلة الكابتن الخطيب ولا مجلس إدارة الأهلي ولا حسام عاشور ولا سيد عبد الحفيظ ولا حد، محدش بيزايد على حد. الراجل المدير الفني هو رئيس جمهورية الملعب، دي وجهة نظر خلاص تحترم. على حسام عاشور إنه ياخد القرار، هقبل كده ولا هلعب سنة أو اتنين بره. الكابتن الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي عملوا اللي عليهم. الأمور سهلة، قلتها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. سبحان الله، أنا بقيت متمخول. كابتن خطيب عمل اللي عليه، حسام عاشور يحترم القرار وخلاص. لكن حتى الكابتن سيف وهو بيقول شخصية الأهلي ومش شخصية الأهلي ومفيش كباتن ومفيش كباتن، يبتدي يقول لك ماشي مسألة كابتن شريف إكرامي ولا كابتن أحمد فتحي ولا ماشي يعني عبد الله السعيد. الله، هو أنت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان في الاهلي فقد شخصيته لخروج هؤلاء؟